سالمة بالنسبة لي الأخت والأم، وجودها في المدرسة يعتبر شيء أساسي كالنخلة الشامخة بالفعل في المدرسة. عاملة في هذه المدرسة من تقريباً من 91، يعني كنت 27 سنة. صارت مثل الأخت بالنسبة لنا، إنسانة تهتم بجميع من حولها، وجهها دائماً صبوحي يعني متفائل. تعرفت عليهن من يوم طالبات لين الحين راحن معلمات، وهن أعتبرهن بناتي، يعني بناتي وخواتي من الطالبات والمعلمات. من المواقف اللي أذكرها للسالمة إنه يوني مال الجمعية على أساس إنهم يشتكوا إنه سالمة تبيع للطالبات، فأنا جبت سالمة أضع حل للموضوع، فقالت أنا ما أبيع، أنا أجيب أصلاً وجبات زيادة على أساس إني أعطي الطالبات اللي ما يجيبوا مصروف، أعطيهم بدون ما أخذ منهم فلوس لأنهم ما يقدروا يشتروا من الجمعية. فالطالبات أحياناً يجين يكون هن ما عندهم مصروف، ويقولن أنا خالتي اليوم ما عندنا، ما جايبين فلوس، تصبر علينا. قلت لهم عادي ما عم مشكلة، شلن بناتي روحن. احنا نحب خالتي سالمة لأنه حدث لنا موقف لما كنا معنا 200 بيسة، كم الفطيرة كانت ب 300 بيسة، ورحنا حق خالتي سالمة، هي عطتنا إياها وقالت لنا برايها المية اللي باقي. أنا أم أخواني في البيت وأم الطالبات والمعلمات في المدرسة، وأسأل عنهم سواء في البيت أو في المدرسة، يعني عن أكلهم أجيب لهن أكل كل يوم، بس هن يعني لو أغيب يوم واحدة ما يسألن عني، يعني فين سالمة اليوم ما أكلت. نفس الشيء في البيت، أخواني ما يتغانوا عني، كل مسؤولية حاطينها على راسي، يعني طبعا أنا أمهم توعد وجدتهم. أحب خالتي سالمة لأنه صار لي موقف، كنت أريد ماي فكان يعني ما متوفر عدالها، فراحت يعني تدور لي لين ما حصلت لي. خدمت على أخواني، ما شاء الله إحنا 10 أنفار، يعني بنات وأولاد، وأبوي الله يرحمه توفى، وكانت أمي معي في البيت، وظلينا احنا يعني مع بعض، ولين تو انا يعني انت وعدت جدتهم، يعني يقولوا لي الجدة اولاد اخواني، ولين تو يعني الحمد لله خواتي بياي واخواني. ما طلعنا من يزاد مهما سوينا معاك، الجنة يما تحت رجلك، يرضى ربي من رجلك.